يا صباح الفل او مساء الفل حسب ما انتوا بتسمعونا. هكون معاكم النهارده انا رنا شوليك ودي بودكاست لف ودوران. كل مره هنلف وندور مع بعض في مكان جديد ونستكشف جمال بلدنا مصر ام الدنيا. النهارده هننتقل لجنوب غرب القاهره، هنلف وندور مع بعض في اكبر واحه طبيعيه في مصر اللي بتبعد حوالي 96 كيلومتر عن القاهره، يعني ساعه بالعربيه كانك رايح من الجيزه لاكتوبر، بس انت في الحقيقه رايح مدينه الجمال الفيوم. وطالما رايح الفيوم يبقى البروجرام كالآتي: لفة في وادي الريان وفلوكة في بحيرة قارون وصعود لجبل المدورة وقرية تونس. هنبتدي لفتنا بوادي الريان، وياريت دماغكم ما تروحش لمسلسل الريان وخالد صالح وقضايا توظيف الأموال، ملناش دعوة بالكلام ده خالص. هنروح نستمتع بمنظر الشلالات والأجواء البيئية الطبيعية والخضرة والصحراء والكثبان الرملية وكمان الحيوانات البرية والبحرية، وما ننساش نركب الخيل هناك، ممتع جدا. هنطلع بعدها على جبل المدورة اللي عمره حوالي 45 مليون عام. هنتسلق الجبل ده ونتزحلق بالرملة ونعمل ساند بوردينج. الجبل عبارة عن هضبة عالية على شكل دايرة، والتصوير في أعلى الجبل ممتع جدا، روعة الإحساس وروعة المنظر. وخدوا بالكم من لبسكم علشان بنطير من فوق. هنخلص جولتنا في جبل المدورة ونشرب مية ونطلع على واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية اللي موجودة في العالم، بحيرة قارون اللي كان فيها مصب نهري ضخم عاشت عليه الأفيال القديمة والدرافيل وأسماك القرش وفرس النهر. كمان اللي بيميز المنطقة هناك وجود زواحف وبرمائيات وثدييات، ودي نقطة مهمة جدا للنظام البيئي لأي محمية. لو اتكلمنا كتير عن تاريخ بحيرة قارون مش هيكفينا ايام ولا اسابيع، وطبعا انتم عارفين احنا رايحينها ليه، عشان نركب الفلوكة. ياه فعلا مصر جميل. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. بحر المواويل والأغاني، لما تكلم والأغاني من بحر المواويل والأغاني، محدش من فكره الأغاني مصر جميلة. رحلتنا بقرية تونس، عبارة عن قرية ريفية سكنية فيها فنادق وفيلل وشاليهات، يعني اللي فاكر نفسه رايح فندق 5 ستارز يبقى مكانه مش معانا. هنستمتع هناك بجمال الخضرة والبساتين وأشجار الزيتون والشاي البدوي، كمان مشهورة بالخزف، والسبب في كده سيدة سويسرية زارت مصر واستقرت فيها وعملت محل من الخزف في قرية تونس، ومن هنا المجال بقى واسع لنشاط الخزف في قرية تونس. وارجع واقول جملتي الشهيره: مش معقول الاجانب يبقوا اذكى مننا في بلدنا. يا رب تكونوا روقتم واستمتعتم بحلقه النهارده. هتلاقوا كل مصادر معلوماتنا موجوده تحت في الديسكريبشن بوكس، وزي ما وعدناكم كل حلقه هنلف وندور مع بعض في مصر ونظهر معالمها الجميله اللي كتير مننا ما يعرفش عنها حاجه. واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في الحلقه وحابين نلف وندور فين المره الجايه. وبفكركم تقدروا تسمعونا على قناتنا على اليوتيوب والساوند كلاود وكمان انغامي. كنت معاكم انا رنا شوليك، واستنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده ولفه جديده مع نوف ياسين. باي باي. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، أجمل